السلام عليكم. لا تأتي المصائب فرادى، هذه هي حال إيران وهي تتجهز لتلقي دفعة جديدة ومشددة من عقوبات أمريكية، يتوقع مراقبون أن تشدد الخناق على رقبة الاقتصاد الإيراني المتهالك أصلا بفعل اضطرابات داخلية وأزمات اقتصادية وانهيار العملة المحلية، وضع لا تحسد عليه طهران بالرغم من محاولات بعض حلفائها التملص من نظام العقوبات الأمريكية، خصوصا وأن واشنطن هددت إيران وكل من تسول له نفسه الالتفاف على إجراءاتها. العقوبات المرتقبة ستركز على قطاعي النفط والنقل البحري، بحيث تنتهي بإيقاف تصدير النفط وصولا إلى ضرر كبير بالأسطول البحري للبلاد. لكن هناك حلفاء لإيران متضررون من المسار الأمريكي، ولعل في مقدمهم الصين التي تبدي مقاومة واضحة وشرسة للرغبة الأمريكية وتواصل الاستثمار في حقل النفط الإيراني. هذه العقوبات وما يدور حولها من توقعات وترقب وكذلك ردود الفعل المتوقع من المعارضين للإجراءات الأمريكية ستكون موضوع حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. مع اقتراب موعد تطبيق الشريحة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران الشهر المقبل، يتصاعد الجدل بشأن جدوى هذه العقوبات وتداعياتها، لا سيما بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران وانهيار سعر الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي، وما تبع ذلك من أزمات سياسية واجتماعية في الداخل الإيراني. المرحلة الثانية من عقوبات واشنطن ضد طهران تستهدف بالأساس قطاع النقل البحري والبنك المركزي الإيراني، ما يمثل محاولة أمريكية لشل اقتصاد طهران وسلبه أي قدرة على معالجة أزماته الداخلية، وهي المحاولة التي سعت إيران لإفشالها عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. المحكمة من جهتها طالبت الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات التي بحسب المحكمة تؤثر على تصدير المواد الطبية والأدوية والغذاء والمنتجات الزراعية إلى إيران، بينما ردت واشنطن بالقول إن المحكمة لا تملك صلاحية في الموضوع لأنه يمس الأمن القومي الأمريكي. وبينما أكدت المحكمة أن العقوبات تنتهك معاهدة الصداقة الموقعة بين طهران وواشنطن قبل أكثر من 60 عاما، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلغاء بلاده تلك المعاهدة، ما يعني أن إدارة ترامب عازمة على المضي قدما في فرض العقوبات على إيران وتصعيدها. وأمام هذا التصعيد المتواصل، فمن المتوقع بحسب محللين أن تتصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين بشأن إيران، فالأوروبيون أعلنوا في غير مرة تمسكهم بالاتفاق النووي مع طهران ورفضهم للخطوات التصعيدية التي ينتهجها ترامب ضد إيران، لكنهم عمليا يلتزمون بالعقوبات الأمريكية عبر شركاتهم التي أعلنت بصورة فردية خروجها من السوق الإيرانية، خشية أن يطولها سيف العقوبات الأمريكي، ما يجعل من أوروبا مشاركا غير مباشر في معاقبة إيران وإن أعلن سياسيوها مواقف مغايرة. يحدث ذلك في الوقت الذي تبدو فيه الخيارات الإيرانية محدودة في مواجهة ذلك، قياسا بما انتهجه نظام طهران من سياسات منذ بداية تنفيذ العقوبات في شهر آيار الماضي. أرحب بضيوف الحلقة. معي في الاستوديو حسين السبعاوي المحلل السياسي، ومن اسطنبول مكرم بلعاوي رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط، ومن بيروت عبر سكايب حسان القطب مدير المركز اللبناني والاستشارات. أهلا وسهلا بالجمع الكريم. لو بدأت هنا في الاستوديو سيد حسين، هناك عقوبات أمريكية الآن على إيران لكنها في الرابع من الشهر المقبل ستشدد. السؤال هو أن العراق من البلدان القليلة التي تتركز حولها الأنظار، إلى أي مدى، طبعا لخصوصية العلاقة مع إيران ولموقعها الجغرافي الذي تمتد إلى مساحة طويلة مع إيران، إلى أي مدى مرشح العراق لأن تستعمله بين هلالين إن صحت التسمية، تستعمله إيران لكسر حدة الحصار المقبل عليها؟ طبعا مرجح قوي جدا أن تستخدمه إيران بسبب موقعها الجغرافي وبسبب الحاضنة الكبيرة التي موجودة في العراق وتتعاطف مع إيران، وبسبب أيضا النفوذ الإيراني الكبير داخل العراق. ومعلوم أنه هناك نفوذ كبيرا سواء على مستوى الحكومة والأحزاب
نفوذا إيرانيا كبيرا، إضافة للموقع الجغرافي 1300 كيلومتر يحد العراق، إيران تحد العراق من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، فبالتالي هذا منفذ كبير لإيران أن تتملص من هذه العقوبات. والعراق لا خيار له، يعني اليوم لا خيار، القرار أمريكي، وعلى أمريكا هي من تضبط الحدود، ولا تحمل الحكومة العراقية الضعيفة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذا. لكن إيران قادرة على استعمال العراق يعني في نعم قادرة هي نعم قادرة، ولكن كسر جزء من الاقتصاد، جزء من العقوبات، البحث العراق لا يكفي لمشكلة إيران. كيف لأنه لا يوجد منفذ بحري، مشكلة إيران كمنفذ بحري مع الخليج، أما مشكلتها المنافذ البرية ممكن أن تكون مع العراق، لهذا السبب أن المنفذ البحري سيكون مع الخليج والمنافذ البرية ستكون مع العراق. إيران لديها نفوذ كبير ولها جغرافيا ملتصقة مع حدود 1300 كيلومتر مع العراق، فبالتالي ستستخدم هذا للتملص من العقوبات. السؤال، هل أمريكا جادة في ضبط هذه العقوبات وتتحمل مسؤوليات، يعني جادة في لتنفيذ هذه العقوبات؟ إن كانت جادة لديها قواعد في العراق تتحمل هي مسؤولية الأمن في هذا، ولا تحمل الجيش العراقي مسؤولية أمن الحدود 1300 كيلومتر، من الصعب جدا ضبطها، ومعلوم أن الحدود ما بين العراق هي شبه يعني منفلتة. لهذا السبب هناك قواعد أمريكية، إن أرادت أمريكا وكانت جادة في هذه العقوبات على إيران، حتى لو أرادت أمريكا قادرة على ضبط العراق في ظل تغول إيراني في أجهزة السلطة؟ نعم قادرة، أمريكا صاحبة نفوذ قوي وصاحبة رادارات قوية وصاحبة قواعد منتشرة في العراق وصاحبة قواعد طيران موجودة، مجرد مراقبة الحدود هي تكفي، ولكنها غير جادة. معذرة يعني نعم. من الذي يهدد من في العراق؟ أمريكا تهدد إيران أم إيران هي التي تهدد أمريكا في العراق؟ أمريكا وإيران متوافقين في الحالة العراقية على خلاف الحالة السورية، هناك توافقا أمريكيا إيرانيا في الساحة العراقية، لحد هذه اللحظة هو التوافق مستمر منذ 2005 إلى الآن، بالأحرى منذ 2003، هذا ما صرحت به القيادة الإيرانية وصرحت به بعض المسؤولين الأمريكان، هناك توافقا إيرانيا على الساحة العراقية على خلاف قضية سورية. لهذا السبب أنه نقول، هل الأمريكان هم جادين في العقوبة على إيران؟ إن كانوا جادين لديهم قواعد في العراق هم يتحملون مسؤولية خرق هذه القوانين، أما أن تتحمل الحكومة العراقية اللي لحد الآن هي غير، لم تؤسس ولم تشكل لحد هذه اللحظة، هذا صعب جدا على العراق. طيب دعني أتحول إلى اسطنبول. سيد مكرم بلعاوي، كما تعلم وأنت المتخصص في الشؤون الأسيوية وتحديدا في الشأن الصيني، الصين لديها مشروع طموح ومرشح لأن تكون القوة التجارية الأكبر في العالم في المستقبل القريب من خلال مشروع الحزام والطريق، وهو مشروع طريق الحرير البري الجديد. السؤال هو، ما موقع إيران وأهميتها في السياسة التجارية الصينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك على الاستضافة وتحية لك ولجميع الضيوف. أهلا وسهلا بكم. المشاهدين الكرام، الحقيقة أن الاستراتيجية الصينية اليوم هي الأكثر نجاحا وانتشارا على مدى عقود، والسبب في ذلك هو التخبط الأمريكي في التعامل مع العلاقات الدولية، ابتداء من إلغاء العديد من الاتفاقيات ثم معاقبة الأصدقاء قبل الخصوم. وفي ظل هذا المشهد تحت رئاسة الرئيس ترامب، المشروع الأمريكي باتجاه احتواء الصين يواجه مشاكل عديدة جدا. الاستراتيجية الصينية في مجملها قائمة على ما يسمى مبادرة حزام والطريق كما تفضلت حضرتك، وهذه المبادرة تعتمد بالأساس على إنشاء مجموعة كبيرة جدا من خطوط النقل البحري والجوي والبري، وإيران لا شك لها أهمية خاصة في هذا المجال، خصوصا إذا استحضرنا بأن هناك طريق تم افتتاحه حديثا وهو الممر الاقتصادي الباكستاني، وإذا علمنا بأن هناك تواصل جغرافي ما بين الصين وباكستان، ثم هناك تواصل جغرافي ما بين باكستان وإيران، وهناك تواصل جغرافي إلى باقي الذي مرشح لأن يكون دبي الجديدة، أليس كذلك؟ يعني هناك الآن آفاق كبيرة جدا لهذا التعاون، وليس الأمر مقتصر على الصين فقط، هناك تنافس أيضا هندي صيني، والآن الهند دخلت في شراكة مع إيران وأنشأت ميناء يعتبر من أهم الموانئ الآن في المنطقة وهو تشابهار، وهو من كما ذكرت يعني يتوقع له أن يكون
الممر الأساسي الذي تعمل عليه الصين. هل إيران حلقة أساسية في 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 مسلسل أو في مشروع الصيني هذا الحزام والطريق؟ العفو، هل تحتل إيران يعني موقعا مهما وأساسيا في مشروع الصين القاضي بالتمدد والتوسع جغرافيا نحو الغرب؟ يجب أن نتذكر بأن إيران لها علاقة قوية جدا مع الصين. الصين هي الشريك الاقتصادي الأول لإيران، ثلث الصادرات النفطية تذهب إلى الصين. المشاريع الصينية في إيران بالمليارات، يعني غالبية مشاريع المترو في طهران الآن تنفذ بالشراكة مع الصين. أحد الخطوط الهايوي الرئيسية في إيران بين طهران ومناطق أخرى، يعني هذه تنفذ بتكنولوجيا ومشاريع صينية. إذن العلاقة في مع الصين الآن تزداد وباضطراد وبشكل سريع. كل الفراغات التي يمكن أن يتركها الأوروبيون وغيرهم ستملأها الصين بكل تأكيد. طيب، هذا إذا ما قرر الأوروبيون أن يتركوا فراغا في إيران. دعني أتحول إلى بيروت مع السيد حسان قطب. نحن أمام تطور جديد، دخلت على خط الأزمة بين أمريكا وإيران محكمة العدل الدولية التي استثنت الحاجات الإنسانية من الحصار الذي سيضرب على إيران ومن العقوبات التي ستشددها أمريكا على إيران. كيف تقرأ هذا القرار، قرار المحكمة الدولية؟ هل يعتبر انتصارا ذا معنى وجدوى بالنسبة للإيرانيين أم شيء رمزي عابر؟ أولا نرحب بالمستمعين ورحب بكم. القرار المحكمة الدولية يؤكد أن العقوبات الأمريكية سوف تترك أثرا على الواقع الإيراني الاجتماعي، والهدف الأمريكي من العقوبات هو خلق خلل داخل المجتمع الإيراني قائم على نقص المواد الغذائية، على ضعف القيمة الشرائية للريال الإيراني، وبالتالي أن ينشأ صراع ما بين النظام الحاكم في إيران وبين المجتمع الإيراني الذي بدأ يفقد حاجياته في الأسواق وبدأ يشعر بالضغط الاقتصادي القوي الذي بدأ يصيب الدولة الإيرانية، وبالتالي يضعف قدرة إيران على دعم مشاريعها في خارج إيران. القرار المحكمة الدولية هو قرار يؤكد خطورة القرارات الأمريكية وخطورة العقوبات الأمريكية، ولكن لا يجد حلا لإيران، بل ربما يساعد الولايات المتحدة على الاستثمار أكثر في قرارها، وبالتالي السماح ببعض التصدير أو تصدير بعض المواد الغذائية والأدوية الضرورية كما جرى خلال حصار العراق في فترة صدام حسين. العقوبات خطيرة ومهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة. سيد حسان، أنا سأبحث معك يعني تداعيات هذه العقوبات وأثارها لا شك وبشيء من التفصيل، لكن قبل ذلك هناك من يرى بأن إيران أحرزت نوعا من التقدم على أمريكا في مجال الصراع يعني الصراع السياسي والدبلوماسي بينهما بالحصول على ورقة من المحكمة، محكمة العدل الدولية، باستثناء القضايا ذات البعد الإنساني من هذه العقوبات. هل هذا القرار، قرار محكمة العدل الدولية، يعتد به بالنسبة للإيرانيين أو في سياق هذه الحصار بين الطرفين؟ إعلاميا أنها حصلت على موقف من المحكمة الدولية وأنها قادرة على إقامة علاقات جيدة مع أوروبا وحتى مع الدولية. لا تأثير لهذا القرار على قرار العقوبات الأمريكي الذي بدأ يأخذ طريقه للتنفيذ، ونرى تأثيره على هبوط العملة الإيرانية وعلى غياب المواد الغذائية والمواد الأساسية من الأسواق الإيرانية. حتى الخامنئي نفسه بالأمس أشار إلى أن إيران تمر في مرحلة اقتصادية صعبة وخطيرة، وعلى الشعب أن يتماسك مواجهة المرحلة المقبلة. وبعض القيادات الإيرانية حذر من الصراع ما بين الحكومة وقطاعات الشعب المختلفة، والبعض حذر كقاتل مثلا الرئيس السابق من أن إمكانية حصول انقلاب إيران أصبحت مرتفعة نتيجة العقوبات الأمريكية ونتيجة هبوط قيمة العملة وفقدان المواد الأساسية من الأسواق. طيب سأعود إليك، لكن قبل ذلك يعني حسين، ما حجم الضرر المتوقع أن تحدثه هذه العقوبات الأمريكية على إيران؟ أعني هنا العراق، إلى أي مدى سيتضرر العراق وما طبيعة هذا الضرر الذي سيلحق به من جراء هذه العقوبات، خصوصا وأن هناك علاقة تكاملية أو علاقة تبادلية كبيرة بين الطرفين إيران والعراق؟ من الناحية التجارية هو لا يضر العراق كثيرا، هناك من الناحية السياسية يضر العراق،
لأن هناك علاقة سياسية قوية وهناك نفوذا إيرانيا كبيرا في على العراق. أما من الناحية التجارية فالعراق له عدة منافذ كثيرة غير إيران، إضافة لرداءة البضاعة الإيرانية. البضاعة الإيرانية رديئة، ولكن نتيجة النفوذ الإيراني يضطر التاجر ويعني سهولة النقل يضطر التاجر لاستيرادها. طب إذا كانت العلاقات لن يكون هناك أثر تجاري، سأتركك نعم. لكن هناك أشرت نقطة مهمة يجب أن أوضح، إذا كان العراق لن يتضرر تجاريا، لماذا قدمت الحكومة العراقية الحالية في المنطقة الخضراء قبل شهرين قدمت طلبا إلى الإدارة الأمريكية لتستثنيها من العقوبات بسبب اعتمادها بشكل كبير على واردات من إيران؟ يا سيدي أنا قلت لك أنه النفوذ الإيراني الكبير على العراق هو الذي جعل الحكومة العراقية تضطر أن تقدم مثل هذا. هذا السبب أن إيران يعني صاحبة يعني العراق قدم طلب بأمر من إيران، بطلب من إيران نتيجة الضغوط الإيرانية، نتيجة النفوذ الإيراني العراق مضطر أن يطالب بهذا، لأنه يدرك أنه تنفيذ هذه العقوبات ستسبب له حرجا أمنيا وسياسيا كبيرا. لهذا السبب اضطر العراق أن يستثنى من هذا. أما العراق لديه منافذ تجارية كثيرة، لديه منافذ مع السعودية، لديه منافذ مع الأردن، لديه منافذ مع تركيا، لديه منافذ مع الكويت. العراق ليست لديه أزمة الآن في موضوع العقوبات يعني سلبا أن يتأثر سلبا، إضافة لرداءة البضاعة الإيرانية. ولكن المشكلة السياسية أنه النفوذ الإيراني سيفرض نفسه ويضع الحكومة العراقية في حرج كبير، والولايات المتحدة طبيعة تدرك هذا ذلك. الحرج طبيعة هذا الحرج طبيعة هذا الحرج أنه كانت الولايات المتحدة جادة، أنا أشكك في جدية الولايات المتحدة في هذه العقوبات، لأنه تصريح ترامب وتصريح وزارة الخارجية أن هذه العقوبات لا يراد لها إسقاط النظام. إذن ماذا تريد بهذه العقوبات؟ إن كانت العقوبات مثل هذه العقوبات لا تسقط النظام، إذن ماذا يراد لها؟ هناك إحداث أزمة في المنطقة، تغيير مسار أو تغيير السلوك السياسي. لو كانت أمريكا جادة في تغيير السلوك السياسي بدون هذا الحصار إيران ستستجيب. لا يمكن أن نعتبر إيران ندا لأمريكا. فرق كبير ما بين إيران وأمريكا. إيران مجرد شرطي في المنطقة وأمريكا سيد، والذي وضع هذا الشرطي هو هذا السيد. فعلينا أن ندرك أنه لا نعتبر إيران وأمريكا ندين متكافئين بعيد كل البعد، ولا توجد دولة ندا لأمريكا بما فيها روسيا. لهذا السبب تستطيع أمريكا أن تضع إيران في مكانه، وتستطيع أن تسقط النظام كما أسقطت مصدق سابقا وأسقطت الشام. ليس ندية بقدر ما هو يعني مثلا الإيرانيون يسيطرون الآن كما قالوا على 4 عواصم عربية، يتمددون في باكستان، يقيمون علاقات قوية مع أوروبا والصين، يعني ربما يستطيعون إزعاج أمريكا بقدر أو بآخر. كل ذلك بفضل الأمريكان. إيران سيطرت على سوريا بفضل أي طيران؟ الروسي، وفي العراق الأمريكي. إذن لا يمكن علينا أن نضع يعني الأمور بنصابها الحقيقي. إيران وأمريكا علاقة استراتيجية، وهذا الخلاف تكتيكي وليس خلافا استراتيجيا. أما أنا استغربت من إلغاء المعاهدة عام 1955. أعتقد هذه معاهدة صادقت من الكونغرس، لازم الكونغرس اللي يلغي المعاهدة. ماذا تريد أمريكا من وراء هذه العقوبات برأيك؟ أمريكا تريد من هذه العقوبات أن تضع إيران ضمن سياستها يعني كاملة. لا يمكن أن تكون إيران جزء لروسيا وإيران جزء تذهب إلى الصين، بينما تريد إيران كاملة. طيب. لها حليفا كاملا. طيب أنا سأذهب مزعج إيران. طيب. علاقة الصين بإيران. طيب. وروسيا بإيران. أنا ينبغي أن أذهب إلى الفصل، ولكن قبل ذلك أريد تعقيب بسيط من السيد حسان قطب على ما قاله حسين، وأنت المتابع للملف الإيراني. برأيك هل أمريكا لا تريد قلب النظام ولا إحداث تغيير في سلوكه السياسي، وإنما هو خلاف تكتيكي بسيط؟ يعني ماذا تريد أمريكا من وراء هذا باختصار شديد من فضلك؟ الصراع مع إيران أصبح استراتيجيا وعميقا. الولايات المتحدة من خلال هذه العقوبات تستهدف خلخلة النظام الإيراني وتعميق الصراع ما بين النظام الحاكم ومكونات الشعب الإيراني المتعددة والمختلفة. وقد لاحظنا مؤخرا ما جرى في الأحواز، ما جرى في مناطق الأكراد، وما جرى في بلوشستان. الوضع الاقتصادي السيء سيؤسس لأزمات داخلية بين المكونات الإيرانية المختلفة والنظام الحاكم القائم على ولاية الفقيه. طيب. المكون الثالث على إيران. إذن المطلوب هو إضعاف النظام الإيراني تمهيدا لإسقاطه، حتى لو قال الأمريكيون أنهم لا يريدون إسقاطه بل تصويب مساره، إلا أن ما يجري من أحداث يؤكد أن سقوط نظام هو حتى ولا يستمر هذا الواقع الاقتصادي السيء والانهيار التماسي للواقع الاقتصادي وحزم الفساد الهائل ضمن الكيان الحاكم في ايران من القائمه نزولا. مختلف قطاعات
الحاكمة في إيران من الحرس الثوري والمؤسسات الإيرانية تبين أنها فاسدة وأنها تراكم ثروات داخل إيران وخارج إيران. ودليل على ذلك هو ما يجري الآن من استبدال لوزراء ومن عزل قيادات عسكرية ومن تراجع القيمة الشرائية للعملة الإيرانية. هذا سنبحثه بشيء من التفصيل وكذلك أمور أخرى بعد الفاصل. نواصل حديثنا بعد هذا الفاصل. أسعدكم الله، نعود إليكم لاستئناف الحديث عن خيارات حلفاء طهران في التعامل مع نظام العقوبات الأمريكية المشددة ضد إيران ابتداء من الرابع من شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل. سيد مكرم، ربما أحد أكثر الأسئلة إلحاحا الآن الطريقة المتوقع أن تتعامل بها حلفاء إيران مع هذه العقوبات وعلى رأسهم وفي مقدمهم الصين، ربما كيف ستتعامل الصين مع هذه العقوبات وهي أكبر مصدر وأكبر مستورد من الإيرانيين؟ يعني 4 مليار دولار تصدر لإيران خلال الشهور الخمسة الأولى بحسب التقارير الدولية من عام 2018، كيف يعني ستتعامل؟ يعني أظن الصين يجب أن تكون أسعد الناس بهذه العقوبات، لأنه معنى ذلك وكما رأينا على الأقل في قطاع السيارات مجموعة من الشركات الأوروبية منها رينو وبيجو انسحبت خوفا من العقوبات وسيحل مكانها السيارات الصينية، تطوير المنظومات الداخلية الصناعية سيحل مكانها أنظمة صينية. الآن ترامب يعلن عن عقوبات إضافية على الصين بقيمة 60 مليار دولار تقريبا، فكونه الآن يريد أن يفرض أيضا عقوبات على إيران هذا سيقرب الدولتين من بعضهما، وخصوصا إذا رأينا أنه عمران خان رئيس وزراء باكستان الجديد بحاجة أيضا إلى إيران، والهند أيضا بحاجة إلى إيران. هنا في تركيا أعلنوا أنهم لن يلتزموا بالعقوبات، حتى أن الأوروبيين أنفسهم اليوم بيضعوا آلية معينة للتهرب من هذه العقوبات. لا أحد في العالم يريد حرب تجارية خلافا لرغبة ترامب، ولذلك أنا أعتقد أنه الفترة القادمة ستشهد مزيد من التقارب ما بين إيران من جهة وما بين الهند والصين أيضا على الطرف الآخر، ليس فقط الصين، كل الدول في المنطقة هي مستفيدة من الوضع الجديد. تقديري أنه إيران طبعا ستتأثر بهذه العقوبات، لكنها على غرار كثير من مشاريع ترامب عبارة عن فقاعات كبيرة الهدف منها جني ثمار سريعة ويعني يسبب المشكلة ثم يذهب لحلها وينسب لنفسه إنجاز حل مشكلة هو اخترعها بنفسه. طيب سيد حسان، يعني لو شرحت لنا جملة الأثار والأضرار المترتبة على هذه العقوبات على الجانب الإيراني سواء كانت اجتماعية سياسية اقتصادية، ما هذه الأضرار والأثار؟ أولا يجب أن نقف عند موقف الصيني. الموقف الصيني، بدأت الصين بتخفيض استيرادها من النفط الإيراني وكذلك الهند وكوريا الجنوبية واليابان. خلال الشهر الماضي خسرت إيران ما يوازي 3% من عقود تصدير النفط الإيراني لهذه الدول. هذه الدول بدأت تستجيب للعقوبات الأمريكية وبدأت تبحث عن بديل من الدول التي تؤمن لها حاجاتها من المشتقات النفطية. إيران الآن باختصار تصديرها من النفط والغاز سيؤثر هذا سلبا على احتياطها النقدي وخسارتها للعمله الصعب والدولار قطرا، هذا يمنعها من استيراد حاجاتها الضروريه من المواد الاوليه اللازمه للصناعات كما المواد الغذائيه والقضايا المتعلقه بالصبابه وما ذلك. المشكله الان في ايران هي خساره النقد، وهذا يترك اثاره السلبيه على وضع الاقتصادي الداخلي في ايران. نعم، فغير صحيح ان الدول لا تستجيب لموضوع العقوبات، لكن الموقف الصيني المعلن هو رفض الاجراءات الامريكيه التي اعتبرها تضر بمصالح الامن القومي الصيني او المصالح التجاريه الصينيه.
الاعتراض شيء والالتزام شيء آخر. الهند أبلغت مصادر النفط فيها أن عليها الاستعداد لاستبدال صادرات النفط الإيرانية بصادرات دول أخرى. الدول تدرس حاجاتها وتدرس علاقاتها الاقتصادية. الاقتصاد الإيراني بمجمله لا يوازي 460 مليار دولار، بينما الاقتصاد الأمريكي يوازي فوق 20 تريليون دولار. إذن الدول الكبرى الصين والهند وغير ذلك من هذه الدول توازي وتوازن علاقاتها مع الدول الكبرى، تؤمن لها صالحها وتؤمن لها قدرتها الشرائية حاجاتها الضرورية من الصناعية والزراعية. الاقتصاد الإيراني صغير قياسا على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأوروبي. فموضوع الدول الأوروبية أو الصين أو سوف لن تستجيب لأن لها مصالح اقتصادية في إيران غير منطقي، لأن الاقتصاد الإيراني لا يوازي الاقتصاد الأمريكي ولا يمكن أن يؤمن بديلا كافيا لخسارة علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. طيب الآن بالرغم من حالة الضعف التي يمر بها العراق ككيان كدولة، إلا أن الحكومة في بغداد حكومة المنطقة الخضراء الآن تجد نفسها أمام نارين، إما النار الإيرانية وإما النار الأمريكية، عن أي نار ستبتعد وأي جنة بين قوسين ستختار الآن؟ أنا أعتقد برغم يعني لم تتشكل الحكومة العراقية إلا بالتوافق الأمريكي الإيراني. أنا أختلف مع هذا وجهة النظر. منذ 2003 إلى الآن لم تتشكل حكومة عراقية إلا بالتوافق الإيراني الأمريكي. طيب كيف سينعكس الخلاف الأمريكي الإيراني حاليا على الحكومة هذه؟ إلا العراق لن يختلفوا عليه، لأنه قضية العراق هناك التعاون الأمريكي الإيراني على القضية العراقية، هذا معلن ومعروف لدى العراقيين ولدى الإيرانيين ولدى الأمريكان نفسهم، وهم يدركون ذلك. الأمريكان هم من سهل لهذه الحكومة أن تمسك بزمام السلطة، هي من سهل لإيران. لكن حسين، يعني الآن العراق يبدو أنه سيكون بؤرة خلاف حادة بين الطرفين. لماذا؟ لأن إيران لا منفذ أمامها إلا العراق، ولأن أمريكا تسيطر على العراق، فكيف ستكون العلاقة؟ يعني بس دقيقة، كيف إيران ليس لديها منفذ؟ إيران محاطة بدول أصدقاء وحلفاء جميع الدول. لا أحد يستطيع أن يكسر الإرادة الأمريكية في هذا الجانب إلا العراق. العراق يستطيع أن يكسر إرادة أمريكية؟ لا، الموضوع ليس كذلك. إيران محاطة بدول أصدقاء وحلفاء ولديها منافذ كثيرة. إن أرادت أن لا تحرج العراق، وأعتقد ستفعل ذلك. ستحرج أم لن تحرج؟ أعتقد لا تستطيع أن تحرج العراق لأنها لديها نفوذ ولديها مصالح كبيرة غير هذا. يعني المنفذ البري موجود لدى إيران، سواء من طريق أفغانستان أو من طريق روسيا أو من طريق الدول الأخرى المحادية لأفغانستان. ثم ماذا تريد من العراق؟ ماذا تستورد من العراق؟ هي تصدر للعراق، والعراق ليس منفذا نفطيا لها. فإذا هناك بالنسبة للحالة العراقية توافقا إيرانيا أمريكيا على الحالة العراقية. وأعتقد إن أرادت ما زلت أشكك وأن الولايات المتحدة غير جادة بتطبيق هذه العقوبات، وسيرى الزمن قريبا نجد أن العملة الإيرانية انتهت والمظاهرات ملأت الدنيا، ثم تقول غير جادة. دقيقة، أنه العملة الإيرانية شيء والاقتصاد عموما شيء آخر. العملة الإيرانية المنهارة، إيران الآن تمتلك صناعات ثقيلة، صناعات أسلحة ثقيلة، أسلحة متوسطة، أسلحة خفيفة، صواريخ بعيدة المدى. هذه ليست مقياس مصر عبد الناصر. صناعة سيارات مصر عبد الناصر كانت لديها هذه الصناعات الثقيلة، ولكن من اتضح سابقا بأنها يعني بالون، يعني في الداخل هواء. الآن هناك تظاهرات البازار، تظاهرات الشارع الإيراني، هناك تأخر شركات تتأخر في دفع الرواتب. ماذا صرحت؟ هناك استياء داخلي في إيران. يعني هذا طيب ماذا صرحت الولايات المتحدة عندما خرجت المظاهرات الإيرانية؟ ما هو التصريح الرسمي لها؟ أنها لا تريد إسقاط هذا النظام. اليوم لو أرادت الولايات المتحدة إسقاط هذا النظام، جميع الشعوب التي تعيش في إيران هي معارضة لهذا النظام، بما فيها الفرس، منظمة مجاهدي خلق فارسية، البلوس معارضة، الأكراد معارضة، أحواز عربستان معارضة، جميع القوميات. طيب، والشعوب التي تعيش على الأراضي الإيرانية هي معارضة لهذا النظام. إذن من متمسك بهذا النظام؟ المجتمع الدولي متمسك بهذا النظام، وهي تصريحات رسمية. للعراق يستطيع أن يحفظ النظام ولا الدول البسيطة اللي تستطيع أن تحفظه، ولكن المجتمع الدولي بتصريحات رسمية أنهم لا يريدوا إسقاط النظام. الذي لا يريد إسقاط النظام، إذن هناك دوافع أخرى خارجية لهذه العقوبات قد تستهدف الصين وحلفاء إيران. ثلاث نقاط فقط باختصار: أمريكا لا تريد لإيران، لا تقبلها نووية، لا تريد لها شراكة مع الصين وروسيا، تريد أن تجر العرب لزيادة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. طيب دعني أذهب إلى إسطنبول. سيد مكرم، يعني كما قال حسان قطب من بيروت أن
إيران لن توفر بديلا كافيا للصينيين في حال لكي تدفعهم أو تحرضهم على الاختلاف مع الأمريكيين. السؤال هو هل الموقف الصيني مع إيران هو موقف مؤسس على أسس اقتصادية أم أسس سياسية؟ يعني اليوم نحن نرى بأن العلاقة الصينية مع الولايات المتحدة الأمريكية ليست بأفضل أحوالها، هي تتجه من سيء إلى أسوأ. يعني إذا كان تركيا وهي حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية اليوم تشكو مر الشكوى من الولايات المتحدة الأمريكية، العلاقات بتدهور. باكستان الآن علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في أسوأ الأحوال. هذه البلاد اللي كانت عادة لها علاقات مميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية كلها محيطة بإيران. إيران دولة محورية ودولة لها موقع جيوستراتيجي مميز جدا بغض النظر عن أي شيء ثاني لا يمكن تجاهلها، وفكرة إطاحتها بالضغوط الاقتصادية هذا أمر أعتقد أنه غير ممكن، ورأينا ماذا حصل عقب العقوبات في العراق. بقي النظام ولكن كانت الضحية مليون طفل عراقي، فهل هذا ما هو سيحصل؟ على كل أنا اعتقادي أن هذه العقوبات لن تطول، مثل كثير من مشاريع و قوانين واتفاقيات ترامب ينعطف يمينا بحدة ثم يرجع مرة أخرى ليعدل المسار. ولذلك الصين معنية بتطوير علاقتها مع إيران بكل تأكيد. التراجع اللي احنا شفناه في استيراد النفط هذا حقيقي لا يمكن إنكاره، لكن إلى أي مدى سيستمر؟ هل سيتطور تثبت الأمور عند هذا الحد؟ هذا يعني أتصور أنه التطور الطبيعي هو أن يذهب الطرفين الصين وإيران إلى مزيد من التحالف وليس إلى القطيع. طيب سنبحث هذا أيضا بعد الفاصل، لنا عودة لاستكمال الحلقة ولكن بعد فاصل أخير. أهلاً وسهلاً بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. أذهب إلى بيروت. سيد حسان، موقف إيران على لسان كل مسؤوليها أن لا نفط سيمر من المياه الإقليمية التي تسيطر عليها إذا لم يسمح للنفط الإيراني بالمرور، ما فرص تنفيذ إيران لهذا التهديد؟ لا تملك إيران هذه القدرة لمنع أو لإغلاق مضيق هرمز أو غيره من المضايق. إيران فقط تصدر بيانات وتطلق مواقف. كل ما تستطيع أن تقوم به إيران هو تحقيق أدواتها في المنطقة العربية والدولية للقيام بعمليات اقتياح. طب إذا وضعت أمريكا معارية. يعني سيد حسان، إذا وضعت أمريكا إصبعها على 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 عرقها وقطعت عنها الهواء والماء، لماذا لا تفعل هذا إيران؟ لأنها لا تملك القدرة العسكرية للقيام بهذا الدور. الحرب تتطلب إمكانيات مالية وتتطلب إمكانيات مادية كبيرة. إيران الآن في أسوأ حالاتها الاقتصادية، الاقتصاد ضعيف وأدواتها في المنطقة الآن منتكة، لكنها بالأسلحة المتوسطة تستطيع أن تغلق يعني ممر هرمز. إغلاق هرمز سيؤدي إلى اشتعال حرب واسعة الطاقة جدا، وإيران لا تملك القدرة على الحرب تحت إمكانيات ضخمة، وإيران لا تملك كل ما تملك هو بعض الصواريخ بإمكانها خصوصها بين الحين والآخر. والتجربة الصاروخية الأخيرة عندما قصفت سوريا أثبتت فشلها، عندما سقط صاروخين في إيران وأربعة صواريخ وصلت إلى غير أهدافها. القدرة الصاروخية الإيرانية هي قدرة استعراضية، ورأينا ذلك بأم العين خلال منذ أيام. لا تملك إيران القدرة البحرية على إغلاق مضيق هرمز، ولا لكانت مارست ثورا أكثر تسلطا في المنطقة. إيران إذن ما خياراتها؟ خيارات إيران هي أن تستجيب للضغوطات الأمريكية ومحاولة استيعاب هذه العقوبات والتفاهم عبر أوروبا مع الولايات المتحدة، وهذا محاولة تلعب
أن تقوم بدور البسيط أن تحتوى إيران، وبدأ عن اتفاق نووي جديد. وبالأمس وزيرة الدفاع فرنسا قالت فرنسا قلقة من المخططات النووية الثانية والصواريخ الباليستية، وحتى أنها قلقة أيضا من موضوع النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط. إذا عندما تبدأ أوروبا تتحدث عن قلق، هذا معناه أن أوروبا تقدم يدها لإعادة البحث في الاتفاق النووي وفي موضوع طب الصواريخ. إذا ما كانت سيد حسان إذا ما كانت أوروبا تستطيع القيام بدور الوسيط بين الإيرانيين والأمريكيين، فلماذا يلجأ الأمريكيون إلى سيف العقوبات؟ لماذا لم يتم هناك التباحث بين الأمريكيين والأوروبيين قبل الشروع في هذه العقوبات المشددة على مرحلتين؟ من الواضح أن سياسة ترامب الحالية هي سياسة فوقية وأحادية، هو يتصرف ويجبر الدول الأوروبية وغيرها على اللحاق به. العلاقة الأمريكية الصينية الآن في أسوأ حالتها كما ذكر زميلنا العزيز، لأن الممارسات الأمريكية فوقية ومتسرعة في بعض الأحيان، ولكنه يستند ترامب يستند إلى واقع معين اقتصادي، وهو أن الصين تستثمر في الولايات المتحدة 1200 مليار دولار، فمن مصلحة الصين التفاهم مع الولايات المتحدة، لذلك أثرت وفدا للتفاوض مع الولايات المتحدة حول الشؤون الاقتصادية وتسوية المستوى الاقتصادية. فاليوم نعود إلى موضوع إغلاق المطائر، لا أحد يستطيع إغلاق المطائر سواء باب المندب أو غيره، ولكن تأكدت أنها لم تسمح بإغلاق هذا المنطق. والاجتماع الذي عقدت قادة الدول العرب دول الخليج حصرا في نيويورك وقادة الجيوش العربية في منطقة الخليج هو لبحث هذا الموضوع وللاستعداد للتصدي أي محاولة من هذا النوع. وإيران تعتقد أنها لا تملك القوة البحثية الفاعل إغلاق هذا المنطق أو حتى لمنع مرور الناقلات النفط وغيرها من السفن. الخسارة الإيرانية الأساسية في العراق سمحت لي بهذا الموضوع هو خروج نور المالكي من السلطة، لأنه خلال عهد المالك كان يضع يده على الصندوق السيادي العراقي وكان يؤمن الدولار إيران قبل أن تصله للعراق. خروج نور المالكي من السلطة دفعت إيران إلى خسارة حليف أساسي في العراق كان يؤمن لها العملة الصعبة والدولار التي كانت تفتقده في هذا المرحلة الماضية من الحصار قبل الاتفاق النووي. والآن وضع العراق تماما، وحتى الشعب العراقي نظرته إلى إيران مختلفة، وما شاهدناه في البصرة من مظاهرات وانتفاضة وشعارات معادية لإيران ولنظام إيران تؤكد أن الواقع الإيراني هو مختلف. وبالأمس صدر تقرير يتحدث عن أن الصادرات السعودية إلى العراق تجاوزت الصادرات الإيرانية نتيجة رداءة الأوضاع الإيرانية وعدم جودتها مقارنة بالبضائع السعودية والتركية وغيرها من البضائع التي موجودة في المنطقة. طيب أنا يجب أن أسألك الآن ولكن سأختم معك، دعني أذهب إلى إسطنبول قبل أن أختم معك سيد مكرم. يعني الآن الصين تبدو أمام معادلة تحقيق مصالحها الاقتصادية مع الإيرانيين، وبالتالي عدم الاندفاع في مواجهة دبلوماسية وسياسية واستراتيجية ربما تكون باكرة مع الأمريكيين. كيف يمكن للصينيين أن يحققوا هذه المعادلة؟ يعني الصينيين خبراء باللعب على التناقضات واستغلال المواقف، دائما مواقفهم خلافا لترامب مدروسة بدقة وبعناية، وعندهم القدرة على الجمع أحيانا بين المتناقضات، وهم يلعبون سياسة النفس الطويل. الآن أنا أتصور أنهم سيتقدمون ببطء، ربما خلال الأشهر القليلة القادمة المشكلة المتعلقة بالعقوبات عن طريق وساطة أو بأي شكل آخر ستتراجع، ولكن بدون شك أن النفوذ الصيني في المنطقة ومنها إيران سيزداد. هناك حالة انكفاء أمريكية على الداخل، وهذه حالة الانكفاء تعيد إلى الذاكرة ما حصل في بداية القرن الماضي، الحمائية حماية موجودة، حماية اقتصادية سيد مكرم، ولكن ليس انكفاء على الداخل بقدر ما يقول كثير من المراقبين أن أمريكا تريد أن تتوجه إلى منطقة بحر الصين لمواجهة النفوذ الصيني الذي يتوسع نحو الغرب أكثر فأكثر. هو في الحقيقة أنه الظاهرتين عادة متصلتين مع بعض، وإن كان أمريكا منذ فترة طويلة من بداية التسعينات دائما تستحضر التنين الصيني، ولكنها على سبيل المثال رأينا في فترة بوش الابن أنها انشغلت في حروب جانبية خلالها
تطور الاقتصاد الصيني وتطور وضع الصين. اليوم هناك في تراجع استراتيجي وخسارة كبيرة على الأقل من ناحية القوى الناعمة في المنطقة. النفوذ الأمريكي اليوم يتراجع بشدة في المنطقة، وهذا الفراغ يملأه بالتدريج النفوذ الصيني. وأعتقد أنه في أمثلة كثيرة ممكن أن نستحضرها في هذا الموضوع. طيب سيد حسين، يعني أنت قلت أن الخلاف بين البلدين خلاف تكتيكي وليس عميق وليس استراتيجي، بعيدا عن هذه الرؤية التي ربما الكثير من المراقبين يختلف معك فيها. الآن ثمة خلاف حقيقي، ثمة من يقول وكثير من المراقبين أن الدور الإيراني، النفوذ الإيراني في المنطقة حان وقت يعني قصقصة أطرافه أو جناحيه كما يقال. عطفا على هذا الكلام أو هذه الرؤية، برأيك لابد أن يكون هناك مواجهة بشكل أو بآخر بين البلدين في العراق، النفوذ الإيراني والنفوذ الأمريكي في العراق، من الذي سيخسر في المرحلة المقبلة داخل العراق على مستوى النفوذ؟ أنا أعتقد إيران دولة برغماتية تتقن التعامل مع القوي ومع الضعيف ومع الصديق ومع العدو، ولهذا السبب لا تفرط بالعراق إطلاقا، وتعتبر عن قوة استراتيجي تتنازل عن كثير من نفوذها وعن يعني ما تمت يعني عن نفوذها الاقتصادي والسياسي في مناطق أخرى إلا العراق لا تتنازل عنه، ولكن لا تستطيع هي، ليست أنا كما ذكرت، ليست هي ند الولايات المتحدة تستطيع مواجهته، وإنما من خلال أدائها السياسي ومن خلال اتفاقيات تبرمها مع الولايات المتحدة. لهذا السبب إيران أكرر أنه دولة برغماتية، والعقوبات التي تصدر من الولايات المتحدة يعني التي صدر من الولايات المتحدة ضد إيران، أنا أعتقد العراق سيكون في منأى نوعا ما، لأن الولايات المتحدة تدرك الوضع العراقي وتدركت وهي متفاهمة مع إيران على الساحة العراقية، والعقوبات الاقتصادية لا تسقط نظاما دكتاتوريا أبدا. الأنظمة الدكتاتورية لا تسقطها العقوبات الاقتصادية، ولا يعني تجربة طويلة، أقصى ما تريد تسقط الحكومة لكن الإيرانية. لكن العقوبات الاقتصادية قد تخلق مصاعب اقتصادية في الداخلية تجوع شعبا، وبالتالي هو الذي يسقط. تسقط الحكومة ولا تسقط النظام. إيران لديها حكومة ولديها نظام، النظام باقي والحكومة ممكن أن تسقط وتعاد تشكيلها من جديد. والحالة وإيران تتقن التعامل مع أمريكا، تتقن التعامل مع العراق ومع الضعيف والقوي، لهذا السبب لن تفرط في العراق بأي حال من الأحوال، وتعتبره عمق استراتيجي. لن تفرط في العراق، ماذا سيفعل الأمريكيون في هذه الحال؟ خصوصا وأن إذا لم تفرط في العراق وبقي العراق امتدادا استراتيجيا للإيرانيين، فماذا سيفعل؟ تتنازل إيران للولايات المتحدة بما تريد بصفقة ما مقابل البقاء على والحفاظها، بقائها والحفاظ على العراق، لأنه نفوذها في العراق لا يمكن أن تفرط به بأي حال من الأحوال، لأنه عندما تخسر نفوذها في العراق، العراق امتدادها إلى سوريا وامتدادها إلى مستقبل إلى الدول الأخرى اللي معلوم هي تهديدها لهم. لهذا السبب إيران لا تفرط في العراق، ولكن ليس أنه ستواجه إيران أصغر من أن تواجه الولايات المتحدة. أنا سبق وذكرت أن هي شرطيا وليس سيد في المنطقة. إيران لا يراد ممكن أن تتنازل عن السلاح النووي بصفقة مع أمريكا وتبقى نفوذها في العراق، ما بينها يعني التفريط في العراق أمر مستبعد جدا بالنسبة لإيران. طيب يعني أعود معك إلى السؤال الجوهري، يعني حقيقة ما تريده أمريكا من طهران ما هو بالضبط؟ تريد أن لا تكون دولة نووية، أن تترك تحالفها مع الدول الكبرى الأخرى التي تعتبر هي ند الولايات المتحدة مثل الصين وروسيا، تريد أن تجر العرب، نحن تجرنا نحن كعرب إلى زيادة التطبيع مع الكيان الصهيوني باعتبار هذا البعبع الإيراني أنا أحميكم منه، وهي تصريحات ترامب المستفزة والإعلام جميعه يتكلم عنها وهو يصرح عنها. هذه المطالب الثلاثة هي مطالب أمريكية لإيران، زيادة في التطبيع، ترك تحالفاتها مع الصين وروسيا والأخرى. لكن الأمريكيين وضعوا 16 بندا وقالوا إنهم لن يتهاونوا في التنازل، وهذه البنود تعني إسقاط النظام في النهاية. صرحت رسميا انها لا تريد اسقاط النظام، هذا النظام يسقط تلقائيا. هذا التصريح الرسمي استاذ حسين. نعم ليس دليلا على تسقط النظام، لو دعمت فقط المعارضه الداخليه، لو دعمت فقط الشعب الايراني سيسقط النظام خلال ايام ولا يطول، لانه ايران لديها جميع انواع المعارضه، لديها معارضه مسلحه، لديها معارضه سياسيه، لديها معارضه اقتصاديه، لديها جميع الشعوب معارضه، يعني جميع شعوبها لا يوجد اليوم، هل نقول ان الفرس ليسوا معارضه؟ لا، مجاهدي خلق معارضه، الاكراد معارضه، البلوس معارض، جميع هؤلاء معارضه، لم يبقى الا النظام والحرس الثوري والسافاك. ف
فقط، هذه شرعية النظام الإيراني من الحرس الثوري ومن المجتمع الدولي. طب يعني أنت قلت إنها لا تريد أن تكون لإيران أن تكون دولة نووية، ولكن وقع اتفاق يمنع إيران على الأقل من التفكير لمدة 10 سنوات من التفكير بالقضية النووية. أمريكا تفكر أكثر من 10 سنوات، وتدرك أنه إيران لا تلتزم حرفيا بهذا الاتفاق، وتدرك أنه قضية أنه إيران تحصل على خبراء وعلى أجهزة تعد نفسها للامتلاك السلاح النووي، وإيران إذا امتلكت السلاح النووي لن تكون شرطيا في المنطقة. اللي يمتلك سلاحنا ويدخل إلى النادى النووي ويخرج من سلك الشرطة، هي شرطة دولية في الخليج، هذه مهمتها. يعني دولة وظيفية تقصد؟ دولة وظيفية بس شرطة. طيب. شرطة في المنطقة، هذا وظيفة إيران، وهي تريد أن تتجاوز هذه الوظيفة، وهذا خلافها مع الولايات المتحدة. أشكرك شكرا جزيلا. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، التي أشكر في نهايتها معي في الاستوديو حسين السبعاوي المحلل السياسي، ومن إسطنبول مكرم بلعاوي رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط، ومن بيروت حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات. إلى لقاء في حديث عربي جديد بحول الله. السلام عليكم.